أهلا بكم مشاهدينا إلى المسائية وتغطية خاصة تتناول تطورات الأحداث في المشهد السوداني، حيث سقط قتيلان وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن في مظاهرات في مدن سودانية عدة، وذلك مع انطلاق المسيرات المليونية التي دعت لها قوى الحرية والتغيير تحت شعار مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية. وهو أول حراك منذ فض اعتصام القيادة العامة الذي قتل فيه العشرات، كما أصيب أكثر من 30 متظاهرا بينهم 4 بالرصاص الحي في محاولة لتفريق قوات الأمن متظاهرين في أم درمان. وبعد احتشاد عشرات الآلاف بشوارع العاصمة، دعا تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين للتوجه إلى القصر الجمهوري، إلا أن قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى القصر. وردد المتظاهرون شعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وخرجت أيضا مظاهرة في مدينة كسلة في الشرق السوداني، طالب المشاركون فيها بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم سيد مدني عباس، القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير. سيد مدني، أحييك ودعني أستمع إلى تقييمكم لمليونية 30 مليون، وكيف صارت في سواء في الخرطوم أو في مدن سودانية أخرى من وجهة نظركم. تحية لك ولجميع المشاهدين والمستمعين. يعني هذا يوم عظيم من أيام الشعب السوداني أبان فيه بجلاء، يعني أنه لا يمكن إسكات صوته أو البطش به، وهذا ما ذكرناه عندما تم فض الاعتصام في تلك اليوم المشؤوم في 23 من رمضان، أن أي محاولة لاستخدام الحلول الأمنية لن تكون مدية. هذا الشعب السوداني ظل مصابرا على صوته منذ ديسمبر وحتى يومنا هذا. ميدان الاحتفال لم يكن هو أحد تجليات الثورة ولم يكن مكانها الوحيد. عندما تمت الدعوة إلى المسيرات أو منذ 29 رمضان، بدأ المجلس العسكري محاولات لفرض سلطة الأمر الواقع، وتحدث بشكل أو بآخر عن أن موازين القوى اختلفت، ظانا أن مسألة سلطة الاعتصام ستكون حاسمة في إيقاف الحراك الجماهيري. الآن يعلم المجلس ويعلم كل العالم أن الشعب السوداني مستمر حتى يتم تحقيق كل أهداف ثورته، وهي مسألة تسليم السلطة للمدنيين. هذه هي أهداف الثورة، هي سلطة مدنية. وأيضا من الأهداف التي ذكرها الموكب وظلت فيها ثابتة في مفاوضاتنا، في كل نقاشاتنا، في كل خطاباتنا، أن كل الدماء التي سالت خصوصا بعد 12 أبريل وحتى مذبحة فض الاحتصام وحتى يومنا هذا، هي يجب أن ينالها الجزاء العادل على ما يعني ارتكبته. المسيرات التي تمت المواكب هي أفضل من حسن ظننا بالشعب السوداني الذي يثبت كل يوم أنه متقدما في حراكه الثوري، حتى على غادة الحراك الثوري ظل الشعب السوداني يقدم كل يوم درس جديد في مسألة تمسكه بالنضال السلمي وبالشجاعة وبالمثابرة وبتجاوزه لكل المهددات الأمنية من أجل أن يوصل صوته بشكل واضح حتى يحقق أهدافه بشكل كامل. ما حدث اليوم بالنسبة لدينا مرضي بالكامل. نعم، أكمل سيد مدني، تفضل. طيب سيد مدني عباس، الخطوة القادمة هل ستنوون الاعتصام في مكان ما بعد هذه المليونية أم ماذا؟ لا، سيخرج سيتم الان. تمت الدعوه الى مخاطبات تخاطبها قيادات الحريه والتغيير في ميادين تم تحديدها في اماكن العاصمه المختلفه وفي الولايات. سيتم فيها توضيح الخط السياسي والجدول الثوري الذي بطبيعه الحال سيتواصل حتى يتم تسليم السلطه لسلطة مدنية، ويتم تجاوز العقبات التي ظلت يقدمها المجلس العسكري منذ قبل أكثر من شهرين وحتى يومنا هذا. الحراك الثوري سيستمر وسيتم يعني توضيح هذه المسألة والخطوات. طيب سيد مدني عباس، التي ستقام عفوا للمقاطعة، وأنت تتحدث الآن نعرض صور قبل قليل في مدينة أم درمان لتعامل يبدو
عنيف من قوات الأمن مع المتظاهرين، إلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع. هذا يأخذنا إلى سؤال حول تعامل قوات الأمن معكم، سواء الجيش أو الشرطة أو الدعم السريع، مع التظاهرات اليوم، كيف كانت؟ طيب، هو هنالك العديد من الانتهاكات التي وصفت والعديد من الضحايا، لكن نعتقد ان ايضا مساله الحشود الضخمه، كل ما كانت الحشود ضخمه كل ما كانت اليه البطش قدرتها على البطش اقل، وهذه هي مساله يعني معروفه في ادبيات النضال السلمي، كل ما استطعت ان تحرك كتل اكبر من الحشود تصبح الاله الامنيه اقل قدره في ايقاف الآلة الأمنية. الحشود أوصلت رسالتها بشكل كامل وبشكل واضح وأوضحت بشكل لا يستفيد للذين يتساءلون عن التفويض الذي يتحدث به قوى الحرير التغيير. هو التفويض الشعبي، هو التفويض المرتبط بانحياز قوى الحرير التغيير بخيار تسليم السلطة لسلطة مدنية انتقالية تقود البلاد في فترة الانتقال، تقود من بعدها إلى انتخابات نزيهة. أي محاولة للالتواء أو الخروج عن أهداف الثورة حتى ولو قامت بها قوى الحرية التغيير لم يتقبلها الشارع السوداني. الآن الشارع هذه المسيرة التي المواصلة التي تمت مهمة بالنسبة لدينا هي تجاوز لأي حالة صدمة قد يكون خلقتها مسألة المذبحة وأي إحساس بالتفوق الأمني الباطش. الآن تعود الأمور إلى نصابها الحقيقي، أن السيادة وأن القدرة الحقيقية في الشأن السياسي هي للجماهير وليس لأي جهة أخرى. النهاردة نائب المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان حمدتي قال أن هناك مندسين وقناص استهدفوا قوات الأمن واستهدفوا قوات الدعم السريع، ما رأيك في هذا الكلام سيد مدني؟ طبعا يعني دائما يعني ولفترة طويلة يتم الحديث عن المدسين ولا يتم الكشف عن هذه المسألة، وهذه المسألة تشكك في القدرات الأمنية للأجهزة المجلس العسكري في معالجة الأوضاع الأمنية التي تدعي أنها جاءت من أجل يعني إساءة عينها. الواضح الآن أن هنالك حوادث مختلفة يتم فيها الحديث عن عناصر مندسة وعن طرف ثالث وعن الأجهزة الأمنية الأخرى، وهذا إن صح فهذا يدل على أنه طوال 3 أشهر لم يقم المجلس العسكري بخطوات جادة في تفكيك الدولة العميقة. ظلت عناصر وكتائب الأمن الشعبي وكتائب الظل موجودة ولم يتم القبض عليها ولم يتم التحفظ عليها. من تعرضوا للتضييق هم قادة الثورة، هم قادة الحرية والتغيير، إلقاء للندوات وغيرها من الممارسات التي تشبه نمط النظام القديم. الآن بالنسبة لدينا هنالك طلبات واضحة للجماهير لا يمكن الالتواء عليها، هنالك ضرورة واضحة الجماهير لن ترجع حتى تتحقق أهدافها بسلطة طيب. مدنية انتقالية، هذا هدف لا يمكن التغبيش حوله. سيد مدني، الحقيقة أنا لم تجب عن سؤالي بشكل واضح فيما يخص هل تنوون لاعتصام في مكان ما كما كان الاعتصام الذي فض من قبل المجلس العسكري أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في نهاية اليوم أم لا؟ أنا يعني لم أجب بشكل واضح لأن هذه هي خيارات الميدانية، ستكون بنية الميدان ببيان توضيحي متى اكتملت ترتيباتها لخطواتها القادمة. الآن هي تحدثت عن أهمية قيام مخاطبات في ميادين مختلفة، سيتم فيها توضيح ما تم، توضيح الخطوات القادمة، توضيح الجدول السوي للفترة القادمة. هذه مسألة يعني لم تكتمل الآن. بعض المواقع الإخبارية بعض المواقع الإخبارية قبل قليل أعلنت على أنكم أعلنتم بالفعل الاعتصام في نهاية اليوم في بعض الميادين العامة في الخرطوم، ما مدى صحة هذا الكلام؟ هنالك مخاطبات في الميادين العامة وسيتم توضيح ما سيتم من إجراءات حولها، يعني ولكن ليس هنالك رأي بأن هذه الأماكن ستكون هي ميادين الاعتصام دائم. طيب. ما تم الاتفاق عليه حول الآن هو أن تتحول هذه، أن تكون هنالك مخاطبات وسيتم فيها تلاوة القرارات الميدانية المتعلقة
بالفترة القادمة. سيد مدين عباس، ما موقفكم من المبادرة الإثيوبية الأفريقية المشتركة والتي يبدو أن المجلس العسكري يعني تعامل معها بإيجابية وقدم الرد عليها اليوم منذ ساعات قليلة، ما موقفكم منها؟ نحن أوضحنا يعني سابقا وقبل المجلس أوضحنا سوءيتنا في التعامل الإيجابي مع المبادرة الإثيوبية، وأوضحنا عدة ملاحظات للمسؤول الاتحاد الأفريقي هذه الخرطوم وللمبعوث الرئيس الأثيوبي ولمبعوث مجلس السلم والأمن الأفريقي، أوضحنا رؤيتنا حول الملاحظات التي يجب إدخالها بحيث لا تخل بتصورنا في حقوق الحرية والتغيير لمسألة مدنية السلطة في الفترة القادمة. يعني تم تسليم هذا الامر للمبعوث في يوم الامس، لكن منذ بدايه اعلان المبادئ اوضحنا اننا نتعامل مع اعلان المبادئ بايجابيه وان خطواتنا سننقلها للوسطاء. لكن اللافت ان المجلس العسكري هو لم يتقبل اعلان المبادئ اولا، ثم بالامس عندما أول أمس تحدث عن أنه يتقبلها ولكن لديه تحفظات، لا ندري يعني أي تحفظات للمجلس، وقد أتت المبادرة الأسيوبية أو الأفريقية في الحد الأدنى من المطلوبات التي ننادي بها لتحقيق سلطة مدنية. على العموم لا أظن أن الوقت يعني يسمح بالمناورات والتطويل وكذا، أي مسار للتفاوض يجب أن يكون في حدود المطالب الشعبية بالانتقال إلى سلطة مدنية ولا ترسخ لأي مظهر من مظاهر السيادة لغير القوى المدنية. اسمح لي سيد مدني عباس، قيل أن المبادرة الأفريقية الإثيوبية تضمنت بعض التعديلات عما كان مقدم من ذي قبل، هل هذا الكلام صحيح وما شكل هذه التعديلات؟ نحن لدينا رؤية واضحة لأي مبادرة ولأي مسألة تتقدم، أننا لن نتراجع أو لن نتفاوض فيما تفاوضنا فيه سابقا، وإذا كانت هنالك من المستجدات وليس الآن بعد الحراك الجماهيري حتى من أيام المصلحة، إذا كانت هنالك المستجدات فهي ستقود إلى تجديد موقفنا وليس لتقديم تنازلات فيه. نحن لا نمتلك حق التنازلات، نحن نعبر عن الشعب السوداني، الشعب السوداني رؤيته وأهدافه واضحة لا يمكننا تجاوز هذه الحملة الأحوال. هل ستعودون إلى التفاوض أو إلى الجلوس على مائدة المفاوضات مرة أخرى مع المجلس العسكري؟ نحن في فترة سابقة تحدثنا عن بعد المذبحة وبعد تدخل الوساطة الأسيوبية أن أي تفاوض يجب أن يتم بشكل غير مباشر، وأن يتم هو ليس تفاوض بالمعنى المتوافق عليه ولكنه عبارة عن الوصول إلى اتفاق عبر وثيق، الوصول إلى اتفاق كامل يتم من خلاله توضيح ملامح السلطة المدنية القادمة. هذه هي رؤيتنا، لم يحدث فيها تغيير حتى الآن، ويعني إذا حدث أي تغيير سيكون مثل للجماهير قبل أن يكون يعني لأي أحد، يعني سيعلم الجماهير أي تغيير يحدث، لكن إلى الآن ما نراه أنه لا معنى لكثرة التفاوض والجدل والمناورات التي أضاعت زمنا طويلا من زمن الشعب السوداني وعاقت يعني ثلاثة مسار الانتقال عقب تنحي البشير مباشرة إلى سلطة مدنية، فترات يعني أصبحت هنالك فترة انتقالية لفترة الانتقال، وهذه مسألة مزعجة جدا وخطرة على حياة الناس وعلى معاشهم. إذا كانت هنالك يعني جدية موجودة من الطرف الآخر لكنا اليوم نتحدث عن حكومة مدنية لها أكثر من شهرين تمارس صلاحياتها وسلطاتها. طيب، حميدتي اليوم كان يتحدث على أن المجلس العسكري جزء من الثورة، يمثل الجميع وحريص على الثورة، هل تعتقدون ذلك أن المجلس العسكري ما زال جزء من الثورة السودانية ويمثل الجميع أم لا؟ بطبيعة الحال لا يمكن أن نمثل المجلس العسكري الجميع، يعني بحث عن ما حدث من حوادث تناقض هذا القول. المجلس العسكري أتى بشرعية أنه رفض
طبعا الرئيس السابق بفضل الاحتفال، ثم قام هو ايضا بفضل الاحتفال باحترافه، قام بالعديد من المواساه التي تشكك وتقدح في مدى صدقيه او جديه انه الحاضر الشارع السوداني. عموما الشارع السوداني لا يمكن تعبر حتى في احسن احوال المؤسسه العسكريه، لا يمكن ان تعبر عنه المؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه واحد مكون من مكونات الشعب السوداني التي نحتز بها، وبطبيعه الحال فان مهمتها الاساسيه ليست الحكم يعني بطبيعه الحال. حتى اذا كان هنالك في التصور الاول للفتره الانتقاليه ان يكون لهم وجود، ولكنه ليس وجود وجود سيطره، هو وجود تمثيل لما ذكر من مهددات امنيه. لكن للاسف في الفتره السابقه ممارسه الميليشيا العسكريه جعلته هو المهدد الامني الاساسي لحياه المواطنين وليس المهددات الامنيه. تستبعد سيد مدني عباس الرأي القائل أن تظاهرات 30 يونيو الهدف منها من قبلكم بالطبع هو الضغط على المجلس العسكري للعودة إلى طاولة المفاوضات، هل هذا حقيقي؟ ليس للضغط عليه من أجل يعني نحن لسنا يعني نلعب بشكل حقيقي للرجوع الى طاوله التفاوضات، نحن رجعنا الى طاوله التفاوضات بعد التدخلات وبعد الوساطات يعني. وبطبيعه الحال ليست مساله نحن نضغط من اجل ان يفهم كل العالم، يفهم الوسطاء. شكرا جزيلا. ان الشعب السوداني موحد وان خياراته واضحه. شكرا جزيلا. السيد مدني عباس القيادي في قوى الحريه والتغيير، وننتقل الان لكلمه للمجلس العسكري الانتقالي في السودان. يبدو أنه انتهت الكلمة، سنذيعها عليكم بالتأكيد. وأشكر مرة أخرى السيد مدني عباس القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، وينضم إلينا عبر الهاتف الآن من الخرطوم الصحفي محمد عمر عبد الله. محمد أحييك وأرجو أن أستمع لما الذي حدث اليوم في الخرطوم كشاهد عيان على تظاهرات 30 يونيو، كيف صارت؟ نعم، تظاهرات حقيقة لم نرها إلا اليوم بهذه الكيفية وبهذه المواكب الهادرة، المواكب الكبيرة التي خرجت من ما يربو على 20 مدينة بعدد من الولايات المختلفة في البلاد. أحمد، هذه المواكب كانت مواكب سلمية في العاصمة السودانية الخرطوم، خرجت هذه المواكب من عدد من منازل الشهداء، منزل الشهيد محجوب، حي الصحافة محاذي لشارع المطار، وكذلك خرجت مواكب من حي جبرة وحي الفلاكلة، وكذلك أحياء عركويت والطائف و بري والرياض وغيرها من الأحياء. هذا ما يتعلق بالخرطوم. في أم درمان كذلك خرجت عدد من المواكب الهادرة من مختلف أحياء أم درمان. أحمد، هذه المواكب يعني حاولت كذلك أن تعبر إلى القصر الجمهوري من الجسر الذي يفصل ما بين أم درمان والخرطوم، قوبلت هذه المواكب الهادرة بإطلاق وابل من الرصاص الحي على كثير من المتظاهرين، وكذلك الغاز المسيل للدموع. سقطت عدد من الإصابات، ما يربو على 20 إصابة الآن داخل مستشفى السلاح الطبي، وكذلك 2 إصابة برصاص حي داخل مستشفى علياء. وهناك أنباء وصلتنا الآن عن حالة وفاة أحمد في مستشفى أم درمان. أحمد، كذلك في عدد من ولايات البلاد، في ولاية الجزيرة وسط السودان وبمدينة واد مدني خرج الآلاف أو مئات الآلاف في هذه المدينة من السوق الكبير، توجهوا صوب يعني ولاية المدينة، وتوجهوا كذلك صوب عدد من الأحياء، يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين، ويطالبون بمحاسبة كل مرتكبي الجرائم وبمحاسبة قتلة صد اعتصام قيادة الجيش. أيضا كذلك في شرقي البلاد في ولايتي الجبارف وكسلا خرجت عدد من التظاهرات الحاشدة، كذلك قوبلت هذه التظاهرات بإطلاق في كسلا تحديدا الوابل الرصاص الحي، وفي الجبارف شهدت إطلاق الغاز المسيل للدموع. بور سودان أقصى شرقي البلاد، الولاية والمدينة المحاذية للبحر الأحمر، كذلك خرج فيها المئات الآلاف، وهم كذلك معبرين
عن يعني معبرين عن يعني سلمية حراكهم وضرورة تسليم السلطة. خرجت هذه المواكب في بورسودان تحديدا من الموقف الكبير بالسوق الكبير، اتجهت إلى ساحة الشهداء، وحتى هذه اللحظة ما زالت المواكب متواصلة. نعم أحمد محمد، يعني هل هناك حصر وصل إليك بشكل أو بآخر لعدد من سقط قتيلا في تظاهرات اليوم؟ نعم، فيما يتعلق المؤكد هو ما ورد يعني قبل عصر هذا اليوم في نهر النيل شمالي السودان في مدينة عبر التي سقط فيها شهيد بحي الموردة. الآن هناك أنباء لكن حتى الآن لم نتأكد منها عن سقوط كذلك شهيد بمدينة الأبيض شمالية كردفان غربية البلاد، وكذلك هناك أنباء عن بعض الوفيات بمشفى السلاح الطبي، هذا المشفى المتاخم للجسر الذي يفصل ما بين الخرطوم الأمدرمان والخرطوم، وكذلك هناك عدد من الإصابات أحمد في ولاية كسلة والجبارف وعدد من الولايات البلاد. كذلك هناك أنباء عن إطلاق رصاص حي بمدينة أم كرشولة غربية البلاد وعدد من المدن المختلفة. إذن حتى هذه اللحظة أحمد يعني لم يتسنى لنا الحصول على تأكيدات لهذه الوفيات التي ذكرتها. هناك أخبار تتحدث عن 4 وفيات داخل مشفى السلاح الطبي، هذا المشفى الذي يتبع للجيش. هناك كذلك يعني بعض الإفادة التي حصلنا عليها من أطباء بمشفى أم درمان أنهم يتحدثون عن وفاة داخل استشهاد شخص داخل الآن مشفى أم درمان، وهذا نتاجه طبعا أحمد لأن المعتصمين في أو المتظاهرين في أم درمان يعني المظاهرة وصفت بمليونية في هذا أم درمان، كانت من حوالي يعني بدأ من يعني مدادها كان يبدأ يعني من مشفى السلاح الطبي وحتى بوابة عبد القيوم بمحاذاة جامعة القرآن الكريم ما يربو على 3 كيلو، كان هم أعداد يعني 3 كيلومترات كانت تحمل هؤلاء المعتصمين. حاولوا أن يصلوا إلى القصر الجمهوري إلا أن قوات الأمن تصدت إليهم ويعني حدث ما حدث. طيب من إصابات محمد، هل تعتقد أنه سيكون هناك اعتصام في نهاية اليوم كما كان حادث أمام القيادة العامة للقوات المسلحة قبل فضه أم لا؟ نعم أحمد، الآن هناك حديث عن مخاطبات في عدد من الميادين التي حددتها قوى الحرية والتغيير كميدان الخيمة بأركويت وهو معروف بميدان المولد، وهناك كذلك ميدان المولد بالسجانة، وكذلك ميدان الدين بحي الدين بالخرطوم، هناك ميدان الأهلية بأم درمان، هذه الميادين، وهناك كذلك ميدان الرابطة بشنبات ببحري، وكذلك ميدان المولد كذلك ببحري، هذه الميادين ستكون هنالك فيها ندوات. قد أحمد قد نتوقع أن تكون هناك أن تكون هنالك اعتصامات بعد هذه المخاطبات، نظرا لأن المعتصمين باتوا لا يثقون بالمجلس العسكري الذي قال أنه مستعد للتفاوض في هذا اليوم، ويقولون يعني بأنهم لا يثقون في هذا المجلس، لن يتركوا هذه المواكب وهذا الحراك إلا بتسليم السلطة للمدنيين، إلا بتحقيق مطالبهم، إلا بمحاسبة كل المفسدين، وإلا بأن يعترف المجلس العسكري بأنه من قتل المعتصمين أمام قيادة الجيش. هنالك كذلك أحمد تفضل محمد كذلك بعض الهتافات. نعم رصدت كذلك بعض الهتافات أحمد التي تندد ببعض الدول العربية التي ساندت المجلس العسكري في الفترة الماضية والتي يعتبرونها يعني كانت مهددا كذلك للسودانيين، وكانت كذلك تسعى لإجهاض الثورة وتسعى كذلك لوأد هذه الثورة التي قال ثوارها أنهم لن يتراجعوا عن هذه المطالب حتى وإن كلف ذلك أرواحهم. أشكرك شكرا جزيلا محمد عمر عبد الله الصحفي السوداني، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم، وكما ترون على شاشتنا مشاهدينا الكرام هذه الصور التي تأتينا قبل قليل من الخرطوم وأم درمان والأبيض، وأيضا صورة أخرى من الخرطوم، مشاهد قبل قليل لتظاهرات وصفت بالمليونية خرجت لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة
للمدنيين في أسرع وقت. لمزيد من النقاش حول هذه التظاهرات ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور الوليد آدم مديبو، الرئيس المؤسس لمنصة السياسات التنموية. دكتور الوليد أحييك، كيف تابعت التظاهرات 30 من يونيو حتى منذ بدأت صباح اليوم وحتى هذه اللحظة؟ الواضح جدا أخ أحمد، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، جذوة الثورة ما زالت متقدة، والواضح جدا من الهتافات، سمعت هتافا ذكيا أحدهم يقول كباشي يا كذاب الثورة بدت يا داب، يعني توا بدت. الدينامية الحراك اليوم تختلف تماما عما قبل 30 يونيو. كيف؟ يعني إذا نظرنا للحراك، هذا واضح جدا أنه يعني جماعة قحط الحرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير لابد تقرأ هذا المشهد وتفسره على أساس أنه يعني تفويض ثوري للوصول بالشعب إلى غاية يعني وطنية، ولا تفهمه على أساس أنه تفويض شعبي يعني سياسي للوصول بالشعب إلى غايات حزبية. تمام. يعني المسؤولية الوطنية تقتضي قراءة الواقع من قبل القوى إعلان الحرية والتغيير قراءة سليمة. لا أنا عايز أفهم معك. طيب. يعني أنت تقصد أن الناس النهاردة اللي نزلوا في السودان، هذه عشرات الألاف أو مئات الألاف، تريد من قوى إعلان الحرية والتغيير ليس فكرة السلطة، تريد تغيير جذري للحياة السياسية في السودان؟ لا، هل تقصد ذلك؟ أيوة تماما. أنا أقصد أن هي منسقية لا تحتبر نفسها إن يعني ما تطلع من عباءة القوى الحزبية وتنظر إلى المشهد على أساس أنه مشهد وطني يقتضي ويعني أن تكون هي على مستوى المسؤولية الوطنية. تمام. وتعتبره تفويض ثوري، يعني لابد من الاستفادة من الشرعية الثورية. العسكر اللي في هذه اللحظة يتحركون بدافع الخوف وليس بدافع الطمع. يعني قبل المجزرة بتاعت رمضان، رمضان فض الاعتصام، كانوا هم يتحركون بدافع الطمع إنه أن إحنا شركاء. الحين هم ليست شركاء وليسوا أمناء، إنما عملاء ينظر إليهم الشعب على أساس أنهم عملاء لدول أجنبية وضعوا هذا البلد العظيم تحت الانتداب. الحرية والتغيير لابد تستفيد، تكون يعني ما تكون التحركات بتاعتها تكتيكية إنما استراتيجية، تفهم بأنه لابد إن تفهم إنه هذا المجلس العسكري في لحظة خوف ولحظة ضعف. طب ماذا تريد منهم الآن إذا وفقا لهذا الكلام؟ هل تريد من قوى إعلان الحرية والتغيير إذا طلبت للتفاوض أن تعود لمائدة التفاوض أم لا؟ أم أن هذا الأمر انتهى برمتي ولا ثقة في المجلس العسكري أساسا؟ أنت قلته. كانت سبعة عسكريين زي سبعة مدنيين زي شخصية يعني مقبولة لدى الطرفين. الحين سبعة مدنيين، إذا شئنا زايد سبعة مدنيين زايد شاويش يجيب الشاي والقهوة، ما يرجعوش نهائيا عن هذا المطلب. يسلم السلطة برمتها لرئيس جمهورية مدني هو الذي يقوم بمناقشة التفاصيل الأخرى المختلفة، ولا يكونون جزء مطلقا من السلطة القادمة. فيما يتعلق بالوسيط الإثيوبي، لا، هذه نقطة محتاجة كثير من التفصيل سأعود إليها، لكن دعنا نذهب إلى أم درمان والتي شاهدت تظاهرات قوية وكبيرة اليوم. ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف الدكتور مروان إبراهيم، طبيب في مستشفى أم درمان وشاهد عيان على أحداث اليوم. دكتور مروان أحييك، سمعنا الكثير عن وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين في أم درمان وجرحى، هل لك أن تطلعنا على المعلومات التي لديك في هذا السياق؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نترحم على أرواح شهداء الثورة السودانية من ديسمبر وحتى يونيو. الآن هناك أنباء عن إصابات خطيرة جدا. أنا كنت في المليونية في شارع 40، حيث توافد الناس من كل أحياء أم درمان، من أم بدة، من صالحة، من المهندسين، من الفتحاب، من أم درمان القديمة، من البسطة، من ود نباوي، من الشهداء. كل الناس تجمعت في شارع 40، حيث ذهبنا إلى منزل الشهيدين اللي هما أحد شهداء فض الاعتصام، منزل الشهيد خاطر ومنزل الشهيد محمود. بعد أن
اجتمعنا هناك تحركنا صوب ميدان الخليفة ومنها عبر شارع المورده الى السلاح الطبي. العدد ما لا يغيل عن مليون متظاهر يرددون هتافات سلمية مثلا مدنية غرار الشعب، مدنية خيار الشعب، يا كباش يا كباب، الثورة بدت يا داب، يضغط حكم العسكر، وهكذا من الهتافات السلمية. كانت هناك محاولات للشرطة لتفريغ المليونية في عدة نقاط، لكن كثرة المتظاهرين كانت هي الفائز، هي المتقدم. وصلنا كوبري السلاح الطبي حيث وجدنا هناك ارتكازات من قوات الجندويت او ما يسمى بالدعم السريع، ما لا يغيل عن 50 عربة مدججة بكامل السلاح، سلاح ثقيل. احتشد الناس هناك امام كوبري السلاح الطبي منذ الساعة الثالثة منتصف النهار وحتى الساعة السابعة بعد غروب الشمس. تمام. كان هناك إطلاق كثيف جدا لقنابل الغاز المسيل للدموع. كانت هناك مدرعات متخصصة في إطلاق قنابل الغاز، ما لا يغيل عن 500 أو 600 عبوة غاز مسيل للدموع ألقتها قوات الشرطة على المتظاهرين السلميين. وهذا الكلام تم داخل حرم الجيش، اللي هي السلاح الطبي، اللي هي منطقة عسكرية تخضع لوزارة الدفاع، حيث تم إطلاق قنابل الغاز داخل المستشفى، داخل مستشفى السلاح الطبي. نعم. يعني اقتحموا إحدى المستشفيات أو أحد المستشفيات وقاموا بضربها بالقنابل الغاز المسيلة للدموع دكتور؟ نعم. قوات الدعم السريع هي المسيطر على 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 كوبري السلاح الطبي، وهي المسيطر على السلاح الطبي المستشفى نفسه، حيث في عند الساعة 5:30 مساء قوات الدعم السريع المرتكزة نفسها في الكوبري، جزء منها دخل إلى منطقة الجيش، إلى السلاح الطبي، وهي منطقة عسكرية تخضع لهيئة الأركان المشتركة ولوزارة الدفاع. اقتحمت قوات الدعم السريع هذه المستشفى تمام، وأطلقت أعيدة نارية في الهواء ووابل من قنابل الغاز المسيل للدموع. قبل ذلك كان هناك هجوم بالرصاص الكثيف على المتظاهرين أمام كوبري السلاح الطبي وأمام مستشفى السلاح الطبي. أنا شاهدت بعيني ما لا يغيب عن 20 أو أكثر من 20 إصابة. هناك إصابات خطيرة في الرأس. نعم. هناك إصابات في البطن. لكن كم إصابة في الرأس؟ لا، لكن دكتور أنا وأنت تحدثني الآن، بعض المواقع الإلكترونية السودانية تتحدث عن وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين في أم درمان، يعني أحد المواقع يتحدث عن 5 قتلى حتى هذه اللحظة، هل لديك معلومات في هذا السياق تحديدا؟ أنا لم 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 أتمكن من الدخول لمستشفى السلاح الطبي، لأنه عند الساعة 4:30 أو 5 عصرا تمت محاصرة المستشفى من قبل قوات الدعم السريع، لم أتمكن من الدخول، لكن أنا شاهدت بأم عيني ما لا يغيل عن 5 إصابات خطر جدا في الرأس، في مناطق حساسة في الصدر، في القلب. ده رصاص حي، بالرصاص الحي يا دكتور؟ رصاص حي، أيوة نعم رصاص حي. حتى أنا عندي فيديوهات، وعندي إن شاء الله حرسل لكم في الجزيرة مباشرة، عندي كمية من الفيديوهات وكمية من إن شاء الله حرسل لكم إن شاء الله. نتمنى أن تمد الزملاء بها. نعم. لم يستخدم مرة ولا مرتين منذ الساعة 2:30 نهارا. هناك تبادل بين الشرطة وقوات الدعم السريع. الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع فترة من الزمن، نصف ساعة أو 45 دقيقة، بعد ذلك السوار يصمدون أمام قنابل الغاز، فيقوم قوات الجنجويت أو ما يسمى بالدعم السريع بإطلاق طيب الأعيرة النارية. ما هو الحال الآن يا دكتور في أم درمان وأنت تحدثنا، كيف هو الحال في أم درمان الآن؟ مستشفى أم درمان، أنا حاليا أمام مستشفى أم درمان، حاليا رجعت من مستشفى السلاح الطبي والآن أمام مستشفى أم درمان. هناك 4 إصابات في مستشفى أم درمان. 4 إصابات خطيرة. أربع إصابات بالرصاص. أنت يعني ستدخل إلى داخل المستشفى، يعني ستقوم بمهام عملك بعد قليل أم ماذا؟
ايوه ان شاء الله ان شاء الله بعد نصف ساعه ان شاء الله او ساعه ان شاء الله ساكون داخل مستشفى أم درمان ان شاء الله. طيب على اي حال سنتواصل معك مره اخرى بحيث ان انت تضعنا في اخر الاخبار التي لديك. على اي حال اشكرك شكرا جزيلا دكتور مروان ابراهيم الطبيب في مستشفى ام درمان وكان شاهدا على احداث اليوم. اذا حسب ما يقال لم يفي المجلس العسكري بانه لن يطلق رصاص حي على المتظاهرين، لن يتعامل بعنف مع المتظاهرين السلميين في الشوارع. هذا المجلس يعني كما قلنا سابقا وظلنا نكرر ونقول ليست لديه اي مصداقيه وليست لديه اي مرجعيه اخلاقيه تحكمه. هم يريدون ان يبقوا في السلطه ولو كلف ذلك قتل تلت الشعب السوداني أو نصفه مقابل أن يعني يسرقوا ثروات البلاد ويصدرونها إلى الخارج مقابل أن يفوا إلى يعني وكلائهم في المنطقة وعملائهم بالتزامات. فالقضية كلها أنه هم يعني لو لاحظت يعني سعوا للتخوين وللتشكيك في قوى إعلان الحرية والتغيير وفي تجمع المهنيين وسعوا لكل الاستقطابات القبلية وكل ذلك لم يؤتي أكله. مش جابوا شركة كندية عشان تحسن يعني الصورة لحميت تحديدا للمجلس العسكري. ايه رايك لو سمعنا مع بعض ومع الساده المشاهدين كلمه لسابق اليوم للجنرال حميتي او الفريق اول حميتي نائب المجلس العسكري السوداني. مشاهدينا الكرام، اتهم نائب المجلس رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان حميتي من وصفهم بالمندسين وقناصة باستهداف المتظاهرين وقوات الأمن خلال التظاهرات المليونية التي نظمتها قوى الحرية والتغيير اليوم ضد المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وحول المسار السياسي قال حميتي إن المجلس العسكري يأمل في التوصل إلى اتفاق عادل وشامل يمثل الشعب السوداني، فالمجلس كما يقول يمثل الجميع وحريص على الثورة وليس جزءا من الخلاف على حد قوله. يتحدث عن مندسين، يتحدث عن قناصة اندست وسط المتظاهرين لإطلاق النيران على قوات الدعم السريع. إيه رأيك في الكلام ده؟ ده تهريج طبعا لأنه منذ قيام الثورة لم تتخذ أي إجراءات ضد هؤلاء المندسين. يعني النظام السابق موجود بكامل ألويته الاقتصادية والعسكرية والإعلامية، بل أنت كمجلس عسكري متحالف معه، فعلامة تتحدث وتتكلم عن مندسين وإذا بإمكانك أن تحاكمهم في محاكمات ميدانية؟ يعني طيب. يعني هو ما قالوا أخي أحمد 72 ساعة وحنوريكم مين اللي قتل 114 معتصم. صحيح. والحين مر أكثر من شهر. صحيح. 31 يوم ولم نسمع بأي شخص. طب هل كلامه دوت وكأنه بيقول أن من سيقع قتيل لسنا له علاقة به، نحن لم نقتل أحد، فيمهد للناس هذه الرواية أن كان في مندسين وفي قناصة وإحنا ملناش دعوة بمن يقع قتيل؟ لا تحملون المسؤولية؟ هو أمير المندسين والقتلة والمجرمين علي عثمان محمد طه موجود. ليه ما يشيله يوديه ميدان أبو جنزير ويعدمه معه 4-5 آخرين؟ إذا هو بتهون عليه ونفسه كمجلس عسكري أنه يعدم 114 شخص صائمين ويتهجم عليهم وهم نائمون، ليه ما يقدم هؤلاء المجرمين لمحاكمات ميدانية يستخدم الشرعية الثورية ويخلصنا من هذه الحدوتة؟ هذا الموضوع شوف الوعي الثوري النضج الأخلاقي اللي حاصل للشعب السوداني يفوق بكثير جدا قامة هؤلاء العسكر. طيب. تعتقد أن يجب أن ينتهي اليوم على اعتصام أم أن اليوم يعني حقق الغرض والهدف ولا يجب أن ينتهي حتى إلى اعتصام كما كان أمام القيادة العامة للقوات المسلحة سابقا؟ الأمر متروك لزملائنا والقادة الثوريين الموجودين في على الميدان، لكن أنا أعتقد الثورة هذه لا يمكن أن يعني تخبط الجزوة بتاعتها يوم غد، يعني خلوها على الأقل 3 أيام تستمر ويكون في مهددات لهؤلاء العسكر لأنه في ضغوط إقليمية ودولية عليهم والتحرك نحو
مش تسوية سياسية إنما تسوية وطنية شاملة، يعني اقتلاع الثورة من هؤلاء العسكر يقتضي من ناحية واقعية إنك تديهم إكزيت استراتيجي، خروج، هم خروج مخرج آمن. ما الذي، ما أنا بقول لك الحين هم ما ماشيين بدافع الطمع، وإن كانوا يتظاهرون بالشجاعة والبسالة وكذا، الحين هم يتحركون بدافع الخوف. قل لهم إيش اللي تبغونه، ما الذي تطلبونه، دارين تطلعوا مأمن خارج، تروحوا دبي تسكنوا في اسمها إيش، النخيل وتفر، دارين تمشوا السعودية، ما في نسهة جميلة، دارين تمشوا فين، ما في حد حيقبلهم غير هاتين العاصمتين، يعني الرياض أو دبي، لأنه مطلوبين في الاي سي سي كلهم. اديهم مخرج آمن، وافصل ما بين قيادة الدعم السريع الحالية والقوات، خلي القوات تتبع القوات النظامية وتترك مسؤولية رئاستها، وحميتي يذهب إلى الإمارات أو السعودية. المهم برهان، لا تنسى برهان، لأنه شيطنة حميتي هذه دي من الكيزانة والأخوان المسلمين السودانيين اللي كانوا حاكمين. لا ننسى برهان والعصابة اللي معه والآخرين، يعني شيطنة حميتي هذه هم قصدهم أنه يكون في يستحيل الصراع إلى صراع بين جلابة وغرابة، أولاد البحر وأولاد النيل، هو الصراع بين مفسدين مستبدين وبين ديمقراطيين مدنيين. خلينا نذهب أو نعود للمجلس العسكري مرة أخرى. شاهدينا الكرام، قال المجلس العسكري في السودان إنه سلم مبعوثي الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا رده على مقترحهما المشترك لحل الأزمة في السودان. وقال الفريق شمس الدين كباشي الناطق باسم المجلس العسكري إن الوثيقة التي قدمها المجلس للمبعوثين تمثل وجهة نظر المجلس، وهي ورقة تفاوضية أكد فيها أن مقترح الاتحاد الأفريقي يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض، وأن المجلس جاهز للتفاوض اعتبارا من اليوم. وأضاف كباشي أن المجلس يأمل في حل سياسي شامل باستصحاب الجميع وفي أقل وقت وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي وبالتنسيق معه. من جانبها قالت مصادر في قوى الحرية والتغيير للجزيرة إن المبعوث الإثيوبي أبلغهم برغبة المجلس العسكري في التهدئة والشروع في التفاوض. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الخرطوم السيد أبو بكر عبد الرازق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي. أحييك سيد أبو بكر، هل تعتقد أن رسالة اليوم أهلا بحضرتك ونزول هذه الآلاف المؤلفة من السودانيين إلى الشوارع يجب أن يسمعها المجلس العسكري ويسرع بتسليم السلطة للمدنيين أم ماذا؟ هو طبعا ينبغي طبعا لأي حاكم في الدنيا أن يستمع لحركة الشارع مهما كان تقديره بالنسبة لها، أما أن يخرج الشارع بشكل يعني فيه تعبير واضح جدا عن مطلب هو مطلب الجميع، فينبغي للمجلس العسكري أن يجلس مع الجميع من أجل إنجاز حكومة مدنية. التقدير لكل الساحة السياسية السودانية باختلاف توجهاتها من حرية وتغيير إلى منسقية التنسيقية الوطنية، كلهم يعني يهرعون ويحبون أن يكون المجلس السيادي مجلس مدني كامل الدسم، وأن يتم ذلك بالتوافق والإجماع بين كل القوى السياسية، كما كلهم يتفقون على أن يكون مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والكفاءة من غير ذوي الانتماء السياسي، باعتباره هو المجلس المنوط به تخطيط الساحة السياسية لأجل إرساء الحريات وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي الكامل وإجازة قانون الانتخابات ومفروضية الانتخابات، ومن ثم إنجاز الانتخابات وتسليمها للحكومة المنتخبة، سواء كان تمت الاستجابة من خلال المجلس العسكري لأن تكون مجلس السيادة كله من المدنيين أو مجلسا مختلطا، أو توافق المدنيون مع المجلس العسكري في أن يستمر في الفترة الانتقالية بصيغة ما قد يتم الاتفاق عليها، ولكن في كلا الأحوال حين قيام الانتخابات وانتخاب الحكومة الجديدة ينبغي للمجلس العسكري إن كان لم يكن موجودا أو كان موجودا في سياق الفترة الانتقالية أن يتوارى من الساحة السياسية وأن يسلم الحكومة المنتخبة.
ما الذي يمنع المجلس العسكري كل هذه المدة سيد أبو بكر من أن يقوم بهذا الأمر منذ حتى عدة أسابيع مضت وقبل حتى فض اعتصام القيادة العامة وما وقع فيه من قتل أكثر من 128 قتيل ومواطن سوداني؟ يعني ما الذي يمنعه من القيام بهذه الخطوات سيد أبو بكر؟ والله الذي يمنعه طبعا هو التوصيف الصحيح بطبيعة مجيء المجلس العسكري. أننا في تقديرنا أن الذي قام به المجلس العسكري في 11 أبريل هو انقلاب عسكري كامل الأركان. المجلس العسكري خطط له واستطاع بطريقة أو أخرى أن يكون شريكا في إنجاز اعتصام القيادة العامة وأن يتخذ من الضغط على الجيش ومن الضغط ومن تأييد الثوار يعني أداء من أدوات الغزة على ثورة الشعب السوداني وإحالتها بصورة مضادة من داخل النظام السابق إلى انقلاب عسكري. واقع أمر التمترس هو سبب أن الذي بين يدينا فيما يتعلق بالمجلس العسكري والتشكيلي أنه ليس انحياز للثورة السودانية بقدر ما هو اختطاف للثورة السودانية في إطار من الانقلاب العسكري. ولذلك كل انقلاب عسكري يريد أن يؤمن وجوده ويريد أن يستمر في السلطة إلى ما لا نهاية. نحن في تقديرنا أن الترياق الأساسي لهذا الانقلاب العسكري هو وحدة القوى المدنية في السودان جميعا وتواضعها للجلوس مع بعض البعض كما جلسنا أمس مع قوى الحرية والتغيير في منزل أحمد أحد رؤوس الأموال السودانية أحمد المفيدي وبوجود مبادرة رجال الأعمال وتحدثنا في أنه لا بد من أن نبعد نجلس إلى بعضنا بعضا ونتفق على المبادرة ونرقب عليها المجلس العسكري من أجل إنجاز الحكومة المدنية كاملة الأركان التي يرمي إليها الشعب السوداني. وهل خرجتم في هذه الجلسة بأي تفاوض؟ إن المجلس العسكري يرغب في الاستمرار. لا الجلسة اللي حضرتك بتتحدث عنها في بيت أحد رجال الأعمال السودانيين مع قوى إعلان الحرية والتغيير، هل كانت لها مخرجات؟ هي كانت بين تنسيقية القوى الوطنية التي نحن جزء منها. جميل. وبين قوى الحرية والتغيير. تمام. وحضرها قيادات معتبرة من قوى الحرية والتغيير بقيادة بقير وتم التفاهم على ذلك وعلمنا أن قوى الحرية والتغيير في اجتماع لها قد أجمعت على أنها تريد إجماعا وطنيا على الحزب الشيوعي السوداني وقد وقع الجميع على محضر من ذلك ولذلك استجابوا لهذه الوساطة من رجال الأعمال وتم الجلوس المشترك ولكننا تفاهمنا في أننا لابد أن نتواضع على رؤية مشتركة نحمل عليها المجلس العسكري من أجل أن يكون الحكومة المدنية وأن يعني يفوز خيار الشعب كخيار يسود الفترة الانتقالية ويكمل التحول الديمقراطي الكامل. كانت جلسة ابتدائية تمت فيها كثير جدا من نقاط الاتفاق وتم الاتفاق على أن تتواصل في جلسات أخرى ريثما يتم الاتفاق على رؤية موحدة تحمل الجميع يعني. طيب سيد أبو بكر أنهم قالوا أن حتى ورقة الحرية والتغيير التي وقعنا عليها كميثاق بين قوى الحرية والتغيير هي ذات الورقة التي كان فيها البديل الديمقراطي التي صاغها الدكتور الترابي قبل 6-7 سنوات حينما كانت هنالك قوى الإجماع الوطني تعمل لبعضها بعضا لإصدار نظام البشير. طيب. ولذلك أفتكر أن الاجتماع كان اجتماع مثمر وينبغي لهذا الاستثمار أن يتطور إيجابا لوحدة الجبهة الداخلية السودانية كلها في القطاع المدني السلمي في مواجهة العسكر من أجل إنجاز. طيب سيد أبو بكر الحقيقة حضرتك قلت كلام مهم أنا عايز يعني خليك معايا لو سمحت أنا هناقش ما طرحته. نعم. مع الدكتور الوليد مديب وهو ضيفي في الاستوديو. دكتور وليد ما رأيك في هذا الكلام أن يبدو أن هناك تقارب بين تنسيقية ويعني جهات سياسية لم تكن منضوية تحت قوى إعلان الحرية والتغيير مع قوى إعلان الحرية والتغيير للوصول لتوافق أكبر والوقوف ضد المجلس العسكري؟ هذا كلام ممتاز ما قاله الأخ أبو بكر عبد الرازق، كلام رائع. طبعا احنا ما عارفين التفاصيل انا وانت. صحيح. بعيدون بعض الشيء بس لانه بس لكن المبدأ ممتاز. بعد كده الجوانب الإجرائية الأخرى يعني تناقش فيما بعد لأنه زي ما قلت لك قبل شوية المجلس العسكري ظل يعول على إحداث فرقة بين اليسار واليمين، يعمل استقطاب أيديولوجي، إخوان مسلمين علمانيين، ريف مدينة، فهذه الاستقطابات أضعفت وخزلت من يعني قوة إعلان الحرية والتغيير وطمعت العسكر في الحكم. لكن في قضايا أخرى هنالك جماعة الهبوط الناعم
دي جماعة فن يعني جماعة. لا أنا ما بتكلمش على هبوطنا، أنا بتكلم هل آن الأوان لقوة إعلان الحرية والتغيير أن توسع من حجم تحالفتها ل يعني للوقوف أمام خطر المجلس العسكري إذا صح هذا؟ أنا بس ما بفتكر أن إحنا يعني موقفنا يكون موقف ضدي، أن إحنا نجتمع لنكون ضد جهة معينة، إحنا نجتمع من أجل المصلحة الوطنية. لابد من تكسير اللي هو ما بين القوى المدينية التي تتكون منها قوى إعلان الحرية والتغيير وبين الريف بعمقه الصوفي والديني والتنسيقية التي يتحدث عنها السيد أبو بكر، وما بين اليسار واليمين وكذا، ونجمع كل الناس شرط ألا يجتمع معنا فلول النظام السابق والمجرمين يتخذونها يعني وسيلة للهروب بأموالهم وجرائمهم. بس هي المشكلة أن كل حد مش عاجبه حد بيقولك عليه فلول النظام السابق، يعني ممكن حد يطلع دلوقتي يقول لي ده السيد أبو بكر ده من فلول النظام السابق ولا يجب التعاون معه. بس ما أبو بكر معروف لدينا، وفي في يعني السودانيين المحترمين معروفين والسيدات المحترمات معروفين، في ناس لابد يمشوا يجيبوا إبراء ذمة من النائب العام لأنهم يعني ولغوا في دماء السودانيين ودخلوا أيديهم في جيوبهم في جيوب المالية العامة. لكن في ناس معروفين، يعني إذا أنت جبت الحين الطيب زين عبدين وجبت مهدي أمين التوم وجبت فلان وفلان، ما يعني الناس تعرف بعضها البعض وعارفين الريكورد السجل والكيس هيستوري بتاع كل واحد وواحدة، فدي ما فيها مشكلة، وأنا يعني أقر هذا المبدأ وأشجعهم عليه. طيب سيد أبو بكر، سؤال أخير لك، تعتقد يعني على ماذا ستنتهي فكرة مليونية اليوم؟ يعني هل سيذعن المجلس العسكري لمطالبات الناس لفكرة السلطة المدنية والإسراع بها، أم سيتلكأ كما حدث من قبل من وجهة نظر البعض؟ والله أنا في تعبير المجلس العسكري يعني بالتحديد رئيس المجلس العسكري ونائبه لن يغادروا هذا الموقع، وسيكونوا حريصين عليه طوال الفترة الانتقالية، لكن قد يقدمون تنازلات فيما يتعلق بمجلس عسكري مختلط بمجلس سيادة مختلط، لكن سيحتفظون بالرئاسة وبالنائب وكذلك سيحتفظون بالأغلبية. أنا في تعبير أن ذلك قد لا يتبعد إلا إذا توحدت كل القوى السياسية وأصبحت هي كرت ضغط على المجلس العسكري في أن ينجز قدرا أكبر. لكن في كلا الأحوال أنا ما أتصور إنه الذين أنجزوا هذا الانقلاب سيكونوا حريصين على المقابلة ناس لا سيما رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعني. لكن بفتكر إنه الحركة التي رأيتها اليوم في الشارع بغض النظر عن تقدير الناس لها ولأرقامها هي حركة مبتدرة ومقدرة، وينبغي للمجلس العسكري أن يأخذ ذلك بالاعتبار وأن يكون ذلك سبب من أسباب تقديم شيء من التنازلات في إطار التنازلات المشتركة للوصول إلى حل وسط يمكن أن يتجاوز مثلا العطف التاريخي وأن يكون حكومة مدنية في أعجل ما تيسر وأن تستقر البلاد حتى تتفرغ الحكومة الانتقالية لمهامها في إنجاز قضية السلام والعدالة وإنجاز قضية الانتخابات وإنجاز قضية الأمن والدفاع، وفي نفس الوقت كل المطلوبات التي تمثل برنامج الفترة الانتقالية. طيب أنت بتقول إن البرهان وحمدتي لن يغادر هذا الموقع، مما يخاف البرهان أو حمدتي من مغادرة موقعهما سواء كرئيس للمجلس العسكري أو النائب؟ والله وطبعا الآن حمدتي لحد كبير والله يصرح بأن هؤلاء يريدون أغلبية في المجلس التشريعي من أجل حل القوات المسلحة ومن أجل حل جهاز الأمن والمخابرات والدعم السريع، وحتى في يحكي لي البعض أنه في اجتماعات ما قالوا له أن الأمر قد وصل إليكم وأن الأمر قد وصل إلى رقابنا، لم يصل بعد إلينا بل إلى رقابنا. ولذلك أنا في تقديري يعني كثير جدا من النوايا التي عبرت عنها هو الحرية والتغيير من غير أن 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 تدقق في الأمر هي أدخل شيء من مخافة لدى العسكر. الذي يتحدثون عليه عنه هو تاريخيا يسمى اصطلاحا بإعادة هيكلة الدولة السودانية. هذا كان مقتضى وثيقة الفجر الجديدة التي يعني أنجزتها الجبهة الثورية سنة 2014 وحين عبرت فيها عن حل الجيش السوداني وحل جهاز الأمن والمخابرات. والآن الدعم السريع يعتبر طبعا وليد جديد
في إطار الساحة العسكرية السودانية كذلك. ولذلك حميدتي كلام واضح يعني إنه فيما يتعلق بالمجلس التشريعي كمشكلة وصلاحياته كده. ولذلك أنا ما أعتقد أنهم سيمكنون الحرية والتغيير من سيادة كاملة على حكم البلاد بما يرضي إلى إعادة هيكلة الدولة السودانية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدعم السريع. وكذلك الآن من بعد فض الاعتصام وإزهاق عدد كبير جدا من الأرواح في ساحة الاعتصام وفي ساحة المظاهرات، يعني هذه مسؤولية قانونية جنائية بغض النظر عن ما تؤول إليه البينة القانونية الكافية في الإدانة والبراءة، لكن سيكون هم رهن المسألة القانونية. ولذلك لن يعني يفرطوا في الأمر حتى يضعوا بأيديهم يعني السيف على رقابهم، سيف القانون والإجراءات الجنائية أو سيف الحل. يعني أشكرك شكرا جزيلا. هذه الأسباب الجوهرية التي تمنعهم، فضلا عن أن في تقديري شهوة السلطان وفتنة السلطان يعني قد تكون هي أقوى وأدعى لاستمرار المجلس العسكري في حكم البلاد، وقد يكون في النهاية المجلس العسكري يمثل نمط. لكن يستطيع المجلس العسكري أن يستمر في حكم البلاد؟ اسمح لي سيد أبو بكر، هذا ما يريد المجلس العسكري، هل يستطيع المجلس العسكري أن يستمر في حكم البلاد يعني رغم أنوف السودانيين الذين نراهم في الشوارع الآن في جميع مدن وولايات السودان؟ والله كل الأنظمة العسكرية تستمر في حين أن هذه الحشود الجماهيرية هي ملك الأحزاب السياسية. ذلك ما حدث لعبود وما حدث لنميري وما حدث للبشير يعني. ولذلك كثير جدا من السودانيين سيتماهوا مع الحكم القائم من أجل إنجاز مشاريع للمنطقة، من أجل إنجاز مصالح تجارية، من أجل إنجاز جملة من المصالح. ولذلك يعني إذا المجلس العسكري أصلا في النهاية استمر مجلسا مستبدا دكتاتوريا قاهرا، في النهاية نحتاج لقدر من الزمن لثورة جديدة من أجل إسقاطه ومن أجل انحياز القوات المسلحة. ولذلك يمكن لهؤلاء أن لا يأبوا لهذه الحشود التي هي في الشارع وأن يعتمدوا على الحشود التي يحشدونها ويستمروا في حكم البلاد يعني. فكل شيء وارد يعني، كل خيارات واردة يعني. شكرا جزيلا. أنا في تقديري أن العسكر لم يعودوا كالفريق عبود الذي ما رأى الحشود في الشوارع فقال إنكم وسلمتم من السلطة وأنا أسلمها يعني. لأنه عبود كان رفيقا لطيفا ولا يشبه كثير من العساكر الذين هم في سياق دول العالم الثالث والعالم العربي والإسلامي والسودان يعني. أشكرك شكرا جزيلا. السيد أبو بكر عبد الرازق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، أعتقد أن السيد أبو بكر تكلم بصراحة شديدة، فكرة أنهم لن يتركوا السلطة بهذا الشكل خصوصا بعد الدماء التي سالت، وبالتالي لا يعتمد أحد على فكرة أن المجلس العسكري سيترك السلطة ويسلمها هكذا بكل أريحية يعني. الحديث هذا ليس بعيدا من الواقع، لكن يجب أن ننظر للآتي. الوضع الاقتصادي اليوم والوضع السياسي والاجتماعي لا يسمح ببقاء هذه الطغمة بالذات. يعني ممكن يكون في مجلس عسكري لابد رئيس المجلس ونائبه يتنحوا، يعني فكرة أن يبقوا هم ويتنحوا. معلش دكتور، في دول موجودة دلوقتي في المنطقة جاهزة بالمليارات لكي تدعم هذا المجلس العسكري بشخوصه الحاليين البرهان وحميدتي وكباشي والعطا إلى آخر. يا عزيزي الفاضل، أنت تحتاج إلى يعني عشان تعمل تنمية محتاج إلى رأس يعني دعم فني وإلى رأس مال. يعني أنت مش داير شخص يديك بنزين وقمح وكده، أنت داير تكنولوجي وداير يعني داير رأس المال عشان يجيك الأجنبي، لابد يكون في شفافية ويكون في محاسبية ونوع من أنواع التبادل. ومين قال إنهم عايزين تنمية معه؟ عايزين الأمور تمشي فقط كما هي، لكن حتجيب في حد معين. أنا أقول لك حس التخوف بتاع الجماعة دول، إذا هم خايفين طبعا في مهددات ومحددات محلية. إذا المجلس العسكري قرر يوم غد أن يسلم السلطة للجماهير السودانية ستنقض عليه المجموعات الإخوانية متمثلة في الكيزان والمجموعات الإسلاموية أو الحرس القديم، ده تخوف. الناحية الثانية الكفيل في المنطقة الإقليمية سيجمد أموالك وهو بيهددك، وحتى هذه اللحظة أثناء ما نحن نتحدث
هم بيستقبلوا في مدرعات وفي دبابات وفي أسلحة. المجلس العسكري. المجلس العسكري من دول أجنبية. فهم الحين يعني لابد يكون في كومبينيشن يعني بين كوئيرسيف وبيرسويسيف ميجرز. يعني يكون في إقناع ويكون في ضغط شعبي. وتديهم إكزيت استراتيجي، تديهم مخرج استراتيجي آمن عشان تقدر تحل حلم من الكراسي بتاعتهم. Otherwise هم لن يتحل. ممكن يكون المبادرة الأفريقية الإثيوبية المشتركة حل؟ هي لو لو ما هي القضية إنه لابد يكون في غير الجانب الإجرائي التفصيلي، لابد يكون في good will، يعني لابد يكون في رغبة عارمة من قبل المجموعة المتحكمة والمتنفذة إن هي تسلم السلطة. وده غير موجود. وهذا غير موجود. وبعدين لا تنسى إنه الوسيط الأثيوبي نفسه، يعني هذه من محن الزمان، إنه الأثيوبيين سلحوهم السودانيين في ثورتهم هذه عشان يصلوا للسلطة. والحين أنت يعني تتلقى معونة من شخص هو حاكم ديكتاتوري في لباس مدني له 27 سنة حاكم، وليست لديه معارضة ولا معارض واحد في البرلمان. يعني إثيوبيا نفسها في مأزق كبير جدا، لأن الدولة قائمة على محاصصة قبلية. فإذا إذا إذا واتتنا الفرصة وواتتنا اليوم في يعني بالنظر إلى هذه المظاهرات، إنه بالإمكان أن يكون الحل سوداني وأن تكون الضغوط سودانية وأن نلجأ إلى حكماء سودانيين حقيقيين. أنا لا أعتقد أن الوساطات يعني ستحل الإشكال بأي نوع من أحد القيادات العسكرية السودانية تحدث عن المجلس العسكري عن خروج مسيرات بسلمية كما قال، إلا أنهم اعترضوا هذه المسيرات عندما حاولت أن تغير مسارها وتتجه إلى الخرطوم، فقاموا هم بقطع الطريق عليها، إلا أن كما يقول تعرضت بعض قوات الدعم السريع لطلق ناري مباشر من قبل المتظاهرين على حد قوله، أوقع ثلاث حالات في صفوف الدعم السريع منهم حالة خطيرة. أيضا قال أنه وقع ثلاثة مدنيين جرحى، ولم يقل من ماذا، يعني من الذي قام بإصابتهم بهذا الشكل. لمح إلى أن بعض المسيرات افتقدت لفكرة السلمية، وقال أنه سيواجه هذا بشكل أو بآخر إذا تكرر الأمر مرة أخرى. هل لك تعليق على هذا الكلام؟ والله تعليقي أنه يعني لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يعني لما تشوف أنت منسوب أو مندوب من قوات نظامية يتكلم مثل هذا الكلام تعجب، لأنه يعني كأنما هم المدنيين المسؤولين عن حماية أنفسهم. طيب أنتوا موجودين وكل الشرعية بتاعتكم مكتسبينها من كونكم يعني حماة للدين وللوطن وللشعب وكذا، ومع ذلك يظلوا يحدثوننا عن المندستين وعن وهذا الأمر. طيب يتحدثوا عن قناصة كما قال حميدت اليوم تحديدا. طيب منذ عدة ساعات. طيب قناصة وسط وسط المتظاهرين السلميين. الأمراء كتائب الظل موجودين. يعني ظلنا نقول بأنه جيبوهم حاكمون ميدانيا بدل ما تقتلوا الشباب وتربوا بهم في النهر وتحرقوهم، جيبوا المجرمين المحتبرين والمحتمدين دوليا، أعملوا له استخدموا واستغلوا هذه الشرعية الثورية عشان عشان تقطعوا دابر القناصة. يعني القناصة فينهم هذول؟ أنا لفت نظري أنه بيقول أن المسيرات عندما أرادت أن تدخل إلى الخرطوم منعناها. الحقيقة السؤال، لماذا يمنعون المتظاهرين من سلوك طريق ما أو الوصول إلى الخرطوم؟ يعني ما العيب، ما الخطورة في ذلك؟ ما هم فضوا الاحتصام والحين يخافون ويخشون من تكرار فكرة الالتحام نفسه، التحام هذا الشعب قواه مع بعضها البعض، يخشونه يعني أشد، يعني هم أشد خشية من الالتحام بين جماهير الشعب السوداني. وهذا الأمر إن دل إنما يدل على أنهم ليست لديهم رغبة في يعني إحداث أي تحرك نحو إقامة حكومة مدنية. لو أنهم اتخذوا خطوة واحدة جادة
تجاه تحقيق الحكم الديمقراطي ومناقشة تفاصيل الحكومة المدنية كنا خرجنا من هذه المهزلة ومن هذه المأساة. لكنهم هم والحرية والتغيير حتى هذه اللحظة لم يقدموا للشعب ثلاث أسماء لشخصيات ممكن يعني تحوز منصب رئيس الوزراء، لم يناقشوا الحكومة وكل الأشياء اللي طفحت للعامة بتوري بأنه في عدم نضج من قبل الهيئتين. تقصد أن على الأقل دلوقتي قوى إعلان الحرية والتغيير يجب الآن أن تقدم رؤيتها وشخصها أيضا فيما يخص الوزارات أو رئيس الوزراء أو حتى المجلس السيادي؟ أي نعم، عشان يوروا الشعب ما هو أي ثورة عشان تنجح لابد من رأس الرمح هذا. الحرب هذه هي مهمة لأنه هي اللي بتفتح المجال وبتعقد الأمل بالمستقبل. هم لابد يحددوا يعني يقولوا على الأقل لدينا ثلاث شخصيات، ما يحددوا الطاغم كامل أو الكابينت أو مجلس الوزراء بأكمله، لكن يقولوا للشعب لدينا ثلاث أسماء سنقدمها ونناقشها عشان خلاص يدوا الشعب إحساس بأنه متى ما العسكر تنازلوا تنحوا أو تراجعوا هنالك طاقم جاهز للقيام بمهامه التنفيذية والوطنية. هل سيستطيع المجلس العسكري أن يحتوي تظاهرات اليوم؟ بدأ أنه احتوى فكرة الإضراب على ثلاثة أيام، انتهى الإضراب العام منذ عدة أسابيع واستقر المجلس العسكري في موقعه، هل يستطيع أن يقوم بنفس السيناريو اليوم؟ تنتهي التظاهرات وهو أيضا في مكانه لا يتحرك قيد أنملة إلى الأمام؟ طبعا الأمر يعتمد على المستشارين، من هم مستشاريهم؟ إذا كان لديهم مستشارين يعني لديهم عمق فكري وفلسفي وعندهم احترام ومعرفة بتاريخ هذا الشعب سيعطونهم النصيحة واضحة بأنه يعني حتى من ناحية تكتيكية ضحكة من الجانب الاستراتيجي من أول يوم إذا هم وافقوا على فكرة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وكده حيخلوا الكورة سيضعون الكورة في ملعب قوى إعلان الحرية والتغيير وأتحداك أنهم يعني سيرتبكون حينها يعني لو بكرة المجلس العسكري يعني هؤلاء العسكر يفهمون بعض السياسة غدا الصبح يقولون للشعب نحن سنسلمك السلطة الساعة 10:30 خلوا جماعة الحرية والتغيير تيجي تستلم السلطة يتفقون على شخصية واحدة هنا بيكونوا طلعوا من الحرج ارتاحوا شوية لحد ما يرتبوا أمورهم ويفكروا في مؤامرة أخرى والحرية والتغيير حتكون في وحثة من أمرها لأنه لحد الحين لم يتفقوا على الجوانب الإجرائية التي ينبغي أن تتبع لتحديد هوية هذه الشخصيات. ما الذي يقوي ظهر المجلس العسكري بهذا الشكل حتى لا يستمع لكل هذه الآلاف التي نزلت إلى الشوارع ويقوم بفض اعتصام ويصر على الطريق الذي يسير فيه؟ هل فقط فكرة السلاح والقوة أم هناك أمور أخرى؟ مزيج أعتقد من الخوف والطمع. أهلنا في البادية بيقولوا الطمع عيب الرجال، يعني الإنسان عندما يفكر في يعني تحقيق طموح أكبر من مقدراته هنا وقع في الطمع والخوف كله إنه ما عملت على تحقيقه في 25-30 سنة ممكن تفقده في ليلة واحدة، فهو الطمع وفي نفس الوقت الخوف من المساءلة. ممكن الناس يعني دواعي التفكير في المستقبل ودواعي التفكير في أمن المواطنين وحياتهم وسلامتهم تقتضي أن نجلس مع العسكر ونتوصل معهم على يعني نتفق معهم على تنازلات وإن كانت مرة، يعني السيدة اللي قتلوا ولدها لن تقبل فكرة إنه في بعض الأشخاص في المجلس العسكري يخرجوا من البلاد يبحثوا عن مخرج آمن، لكن إذا كان هذا هو الثمن الذي سندفعه حتى لا يكون هنالك ضحايا أكثر، يعني هم الحين أنا أعتقد إنه في المجزرة بتاعت رمضان قتلوا ما لا يقل عن 500 ممكن يقتلوا 5000 آخرين،
فبيبقى الخيار بأنك أنت يعني تديهم إكزيت استراتيجي، توفر لهم مخرج آمن ولا تضحي بحياة آخرين. نعم، سأعود إليك دكتور مرة أخرى، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن السيد محمد الحسن خالد الناطق الرسمي باسم اتحاد الجاليات السودانية في المملكة المتحدة. سيد محمد الحسن أحييك، أعتقد كانت لكم اليوم بعض النشاطات الخاصة بدعم تظاهرات 30 يونيو داخل السودان، أرجو أن تحدثنا عنها أكثر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لشهداء الثورة والمغفرة إن شاء الله والشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى للسودان أن يخرج من هذه الطومة الحاكمة أو الطومة أو بغايا النظام البائد التي تدير البلاد. اليوم كانت عندنا نشاطات كبيرة جدا، حفل غفيرة في 5 مدن بريطانية نظمها اتحاد الجاليات السودانية في المملكة المتحدة وتحالف القوى السياسية وتنسيقية المهن ولجان دعم الثورة بالمدن البريطانية. كل هؤلاء خرجوا اليوم، حوالي 45,000 سوداني اليوم في 5 مدن بريطانية هي لندن، إدنبرا، برمنغهام، مانشستر، كارديف. كلهم يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين. كيف من مكانكم في إنجلترا تابعتم تظاهرات اليوم داخل السودان؟ كنا متابعين جيدين جدا باتصالاتنا بالإخوة بالداخل، برجال المقاومة، بالقيادات في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين. كان هناك زخم لا يغل بشيء عن 6 أبريل. لكن ما زال النظام العسكري الانقلابي يمارس الغمع، واليوم سقط شهيد كركويد على حسب متابعتنا بطلق ناري على الرأس. نعم. نحن بنحمل المجلس العسكري الانقلابي كامل المسؤولية في مجزرة 3 يوليو 29 من رمضان. نعم. طيب سيد الحسن، هل تعتقد يعني تستبعد فكرة أن ينصاع المجلس العسكري لفكرة تسليم السلطة للمدنيين وهذه التظاهرات، أم يستمر في طريقه؟ من؟ المجلس العسكري هل سيستمع لأصوات الناس في السودان ويسلم السلطة للمدنيين أم لا من وجهة نظرك؟ هذا تكون وصلت للمجلس العسكري؟ نعم وصلت. لكن هينصاع يعني يسلم السلطة للمدنيين؟ ما أظن. لا تظن. طيب، أشكرك شكرا جزيلا أخي محمد، كنت معي من السودان. ومعي شكرا جزيلا. الأخت ابتهال من السودان أيضا. أخت ابتهال تفضلي، عايز أسمع رأيك في تظاهرات اليوم. عايز أسمع رأيك في تظاهرات اليوم أخت ابتهال، وهل شاركت فيها أم لا؟ تفضلي. أنا كنت في المليونية في بحري شارع المعونة. طب احكي لنا، احكي للساده المشاهدين كيف كان المشهد والحضور. تفضل. اول حاجه، هي كم مليونيه؟ ما انا كنت مليونيه، يعني كم في كميه من الناس، يعني انا كنت بصور بالتليفون حتى ما بدي اطلع اخر الموكب. وكانت سلميه فعلا 100%. ما كان في اي نوع من انواع الشغب ولا التكسير، وحتى من قوات الامن الا من بعد ما انتهت المظاهرات، يعني بعد الساعة 5 تقريبا، بعد الشارع 7 أو الناس قلت أو التجمعات قلت. لكن مسير أثناء ما مشوا ما كان في تعرض لها. يعني بستغرب الناس اللي تقول إنه تعرضوا الناس للقتل وتعرضوا الناس، والله العظيم أنا كنت في نص المليون. بس ممكن يكون في مكان ومكان آخر يعني حدثت فيه اشتباكات وأنت لم تريها، يعني ممكن يعني يكون ده صادق وده صادق، أنت صادقة والآخرين صادقين أيضا. تمام. بس بتكلم عن بحري أنا، حتى لما كنت فيها شارع المعونة بحري. بالنسبة لقوى الحرية والتغيير، لأني فهمهم مسلونة. أنا تجمعت قوى الحرية والتغيير، نحن كشباب بنطلع في الثورة. أنا ما شفت الأعمار اللي تطلع في الأعمار اللي مع تجمع الحرية والتغيير، يعني نهائي. يعني تشوف الناس في الصور ولاحظت التجمع بتاع الحرية والتغيير، بدينا مسلونة. أفهم من كلامك أنت بتقولي إن قوى الحرية والتغيير لا يمثلوكم؟ لا يمثلون. لماذا؟ متعنتين، لأنهم هم حاليا ما بمتهوا للشعب، هم يجرون وراء المناصب
والكراسي، يريدون مناصفة المجلس العسكري في السلطة. لا ده ما طموحش، ده ما دول حاجة نحطها على الشباب. طيب انت ما طلعنا، انت ليه نزلتي تظاهرات اليوم رغم ان اللي دعا ليها قوى الحرية والتغيير وانت رفضاهم اساسا؟ ليه استجبتي لهذه التظاهرات؟ اوريك نحن بنطلع عليه لانه ده الوحيد اللي بتجمعنا، هم صوتنا حاليا، نحن ما قادرين نتواصل مع بعض الا عبر المسكات اللي هم بتوصلوها. هم ممكن يكونوا منبر بوصول للنقطة لكن ما هم ما تحققوا مطالبنا. طيب انت عايزة ايه من قوى الحرية والتغيير؟ عايزة تقولي القوى الحرية والتغيير ايه وانت الان والناس كلها بتسمعك، يعني عايزة تقولي لهم ايه؟ للقيادات طبعا. طيب اوكي، قيادة حرية، القوى الحرية والتغيير، اول حاجة نحن الشباب كلنا شباب، نحن طلعنا وسرنا اوكي عشان يحصل تغيير في البلد. هم عايزين يقيروا في الكراسي فقط، من الحاجة اللي احنا عايزينها. أكيد نحن ما موتنا وجرحنا وضربنا شمينا بومبان عشان نجي يتغير هم يمسك لهم كراسي في السلطة، لا، عايزين تغيير فعلي في الدولة. يعني إيه تغيير فعلي؟ يعني وضحي لي. طيب أوكي، لما هم عايزين، نحن لو بقى واحد مدن الرئيس مدني، المجلس العسكري أصلا مستحيل 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 يتنازل لقوة مجهولة، ودي نحن مؤمنين بها تماما. والحرية والتغيير إذا كان نحن ما عارفينهم الحي يعرفهم منه، يعني دو من وين أصلا؟ في شخصيات اصلا ما ظهرت قبل كده الا مع بعد الحريه والتغيير، ما بنعرف منهم غير ناجي الاصم واحد ثاني. طيب انت عايز المجلس العسكري يكمل في حكم السودان ولا يمشي؟ ما يكمل في حكم السودان، يسلم لحكومه مدنيه بانصاف، يعني ما يعتبر هو الحريه والتغيير هي الواجهه الاساسيه او هي تتكلم عن الشعب ويسلمها. يعني في ناس عايشين برا البلد يجوا اصلا بعد الثوره. طيب على أي حال أنا لضيق الوقت بشكرك أخت ابتهال، كنت معي من السودان، ومعي حتى نفسح الاتصالات لآخرين، معي مدثر إبراهيم من السودان أيضا. أخي مدثر تفضل، عايز أعرف وجهة نظرك في تظاهرات اليوم وهل كنت مشارك فيها أم لا؟ تفضل. أول حاجة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا اتحركنا من ميدان البسطة في سوق مدرمان موكب، ده بداية الموكب. جميل. فتحركنا مشينا على شارع 40، زرنا أبيات الشهداء، بيتين للشهداء. ومنها تحركنا مشينا شارع 40 لحد قصر الشباب والأطفال. تمام. لحد هناك الناس دي فقوا فينا بمبان ما عادي، ومظاهرتنا كانت سلمية. خلوا جزء بعد يقطع الكوبري ضربوها عليهم رصاص حي، والله على ما أقول شهيد. وكانت في إصابات وقعت بسبب هذا الرصاص الحي يا أخ مدثر، هل صحيح ده؟ صحيح، وأنا مصور بالتلفون هسي حالي، لو في شبكة أرسل لكم عن الصفحة بتاعتكم، والله على ما أقول شهيد ما حي. طيب أخ مدثر، المجلس العسكري بيقول إن كان في قناصة وسط المتظاهرين ضربوا نيران على قوات الدعم السريع، إيه رأيك في الكلام ده؟ أنت شفت حاجة زي كده؟ طيب يبدو أنه قطع الاتصال بيني وبين الأخ مدثر إبراهيم، عودة إليك. آسف، مع اتصال آخر دكتور سأعود إليه، مع ياسر من الخرطوم أو من السودان بشكل عام. أخي ياسر أهلا بك معنا، وعايز أعرف أيضا رأيك في تظاهرات اليوم، اشتركت فيها أم لا؟ أيوة، كان طلعنا فيها طبعا الليلة، اتحركنا من نقطة تجمع البلابل. الموقف تحرك من البلابل تقريبا بدأ قبل الساعة واحدة، وتواجه بقمع بسيط يعني في البداية، بمبان وقنابل صوتية، اتفرتق يعني اتشتت، لكن كان بجدنا نجمعه ونتحرك باتجاه المكان المحدد للمسار بتاع الموقف لشارع المطار منطقة الصحافة. كان موقف كبير جدا، ولما جمع في شارع المطار كان لاقى كمان ثلاثة مواكب جاية من جهات الصحافة ومن جهات مختلفة، فالعدد يعني حتى أنا عندي صور لو كان يعني في إنترنت ممكن أشاركها، يعني منظر مخيف، الأعداد كانت كبيرة جدا. بعد ما وصل المنطقة ديك حق الموكب يرجع على شارع المطار عشان يتحرك باتجاه القصر، بس واجه يعني معاه حدود المطار ولفة سموها لفة الجريف، واجه برضو القوات الأمنية كلها اللي هي اشتغلت معاه غاز مسيل الدموع، واشتغلت معاه قنابل صوتية قدرت تفرقه. تقريبا حاليا المواقف كلها انتهت، بس كانت الدعوة للمسؤولين عشان اللي هي المخاطبات بتاع قوى الحرية والتغيير.
ده بالضبط اللي حصل معانا الليل. هل في اعتصام اخيرا يعني؟ هل في اعلان عن اعتصامات؟ والله يا اخي ما حتى الحريه والتغيير من البدايه ما كان الخط بتاعها خط بيودي الاعتصام. تمام. شكل الموكب المعلن الليله او المليونيه بتاعت الليله كانت هي عباره عن يعني نوعا ما كانت يعني استعراض قوه واستعراض مساله حشد انه 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 المجلس العسكري في الايام الاخيره لجأ للحيلة بتاعت الحدود الوهمية. يعني كان بيوهم في المجتمع العالمي والمجتمع المحلي انه عنده سند شعبي موجود. انا السبب اللي طلعني في المسيرة دي اني اكد تماما انه المجلس العسكري يعرف تماما انه لا الحشود المصطنعة ما هي الحشود الحقيقية اللي هي دفع وراها وما كانت حقيقة. حتى الإعلام ما بيقدر يوصل حجمها الحقيقي. دي حشود ما مدفوع لها، حشود ناس طالعة بنيتها إنه تتحاصر فعلا دمت الرأي الأغلبية في المجتمع السوداني. المجلس العسكري ما بيمثلنا وعاوز يحكمنا قوة، يعني ما عايز يحكمنا برغبتنا أو بتصويتنا له إن هو يحكم. شكرا جزيلا أخي ياسر. عموما اليوم كان معقول. شكرا جزيلا. اليوم كان معقول لكن أنا عايز أقوله أنا آسف للمقاطعة. معي أخ منتظر آخر من أحمد من الجزائر. أحمد هل زلت معي؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد طراوي يحيي قناة الجزيرة، طاب يومك الدكتور أحمد. أهلا بك أستاذ أحمد، تفضل يا أخي تفضل. إيه رأيك باللي يحصل في السودان؟ أستاذ أحمد أنا أقول لماذا تنجح الثورة الفرنسية وتنجح الروسية ولكن في المجتمعات العربية يا دكتور أحمد لا تنجح الثورات؟ يا أخي أحمد الثورة المصرية فشلت والثورة التونسية فشلت والثورة السورية فشلت، لأن أخي أحمد هناك ثورات مضادة والديمقراطية مستحيل أخي أحمد وأكاد أجزم أن تنجح الديمقراطية في الدول العربية. لماذا السودان يا دكتور أحمد هو موقع للاستراعات؟ الإمارات والسعودية من جهة والجيش والمجلس العسكري من جهة وقوة التغيير والحرية من جهة. أحمد أصبح السودان أخي أحمد مسرحا للحركات الانتقامية والصراعات السياسية. والله يا أخي أحمد لا أريد الإطالة كثيرا. الشعوب العربية يا أخي أحمد لما ندرس التاريخ من الدولة العباسية إلى الدولة الأموية إلى الدولة الزيانية صراعات تنتهي يا أخي أحمد. وأكاد وأجزم يا دكتور أحمد بأن الشعوب العربية ليس أدري لماذا لا تنجح الثورة الديمقراطية في الشعوب العربية وتأتي ثورات مضادة يا دكتور أحمد. لماذا ثورة فرنسية عن طريق جان جاك روسو وفوتلر وبوزدير نجحت؟ لماذا ثورة روسية نجحت؟ لماذا تسقط الثورات العربية أخي أحمد؟ أحمد تطاوي يحيي قناة الجزيرة دكتور أحمد. شكرا جزيلا أخ أحمد، كنت معي من الجزائر. طبعا أنا لست دكتورا لكن نتبه إليك أنت الدكتور دكتور الوليد. أنا أشكر فكرة إن هو يعني بغض النظر عن التفاصيل، لكن هل تعتقد فعلا ودي المداخلة الأخيرة إن ما حدث اليوم ممكن يؤسس لنجاح لهذه الانتفاضة السودانية إذا صح هذا التعبير، أم أن الوقت ما زال طويلا أمامه؟ أنا أشكر الشيخ الجزائري وبفتكر يعني الشعب الجزائري والشعب السوداني وقفوا يعني فرسي رهان لا نعلم أيهم أعظم بهاء وأجل يعني ثناء وهيبة. لكن لا الأمر الذي يجب أن تنتبه إليه الشعوب العربية بأنه الثورة الفرنسية حصلت وهنالك كان في تعميق للفكر والفلسفة والرسم والأوبرا يعني وحدث فيها انتكاسات ولم تنجح إلى بعد أكثر من 90 أو 80 سنة عام وبالتالي بعد 80 سنة حتى آتت أكلها. فالقول بأن الثورات العربية فشلت هذا الأمر غير سليم. الفعل هو فعل تراكمي وتراكم للوعي وللنضج وكذا، وبعد ذلك مسألة المؤسسية وترسيخ الثقافة الديمقراطية وثقافة الحوكمة وكذا، هذه الأمور ستؤتي أكلها بإذن الله. ما قاله الأخ ياسر مهم جدا في أنه سريعا دكتور الحشود الوهمية تختلف تماما عن التلقائية والحشود الحقيقية. الحشد اليوم هو حشد حقيقي وحشد تاريخي، وأما الحشود الأخرى التي تقوم بها الحكومات وكذا والمجلس العسكري هذه شعوب يعني أمور وهمية ولن تؤدي إلى أي نتيجة. المجلس العسكري لابد يستثمر
الحشود الحقيقية ويتخذ الطريق الأقرب إلى قلب الشعب السوداني. الدكتور الوليد آدم مذيب رئيس المؤسس لمنصة السياسات التنموية، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، بعد الفصل يلتقيكم زميلي سالم المحروقي واستكمال المتابعة لتطورات الأحداث في السودان وفيها الجاليات السودانية في عدد من دول العالم تتظاهر دعما للحراك الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير. ابقوا معنا.